من أبرز الشكاوى اللي لفتت نظر الحقيقة، ودي لازم نتعاون فيها كلنا مع بعض، كان كلمني مدير مكتب الرئيس السابق عدلي منصور، وقال لي إن في حوالي 20 صفحة على الفيسبوك كلهم عدلي منصور وبينشروا أخبار وعلاقات والكلام ده، وهو ما عندوش ولا صحة وما بيعرف، يعني ملوش علاقة بالعالم ده. احنا فعلا لجنه رصد رصدنا الشكاوى دي وخاطبنا فيسبوك لازاله المحتوى، تم ازاله المحتوى.